اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كره السله، منتخب مصر كره السله بيستعد لبطوله افريقيا. بطوله افريقيا دلوقتي بقت زي بطوله شرفيه كده زي كره القدم، ما بتاهلش لاي منافسات دوليه سواء اولمبيات او سواء كاس عالم. بطوله افريقيا كمان ايام في رواندا، منتخب مصر سافر يعمل اعداد. تعرفين طبعا الدوري خلص متاخرا، راحوا عملوا المنتخب معسكر او بطوله لعبوها في الاردن، بطوله الملك عبد الله الثاني اللي بتتعمل في الاردن. الحقيقه دي بتتعمل كل سنه وانا لعبتها يمكن 4-5 مرات. ثلاثي النادي الاهلي عمرو الجندي وعمر طارق وهاب امين بيشاركوا هناك، والحقيقه عملوا ارقام كويسه جدا وساعدوا بشكل كبير لتاهل المنتخب للنهائي اللي خلص منذ لحظات. وللاسف خسرنا 72-71، خسرنا يعني بعد اداء يعني مش جيد من المنتخب 72-71، فرق 19 نقطه هي في سكور الحقيقه من منتخب الاردن، يعني نتيجه زعلتنا يعني. بس الشوط الاول كان خلص 40-39 لمصر، 40-39 لمصر، يعني معنى كده ان مصر كانت ماشيه كويس. هو الثالث والرابع او النص الثاني من المباراه اللي هو الكوارتر الثالث والرابع حصل انهيار تقريبا يعني 92-71. بس هارد لك ما فيش مشكله، دي يعني اكيد كابتن احمد مرعي بيجرب اللعيبه وبيجرب كل المشاركين اللي هيشاركوا او هيختار منهم اللي هيشاركوا في بطوله افريقيا. طبعا كان في احنا دي ثاني هزيمه، احنا خسرنا من تونس في مباراه في المجموعه كانت تحصيل حاصل، ورجعنا كسبنا تونس ثاني يوم في قبل النهائي، يعني ما كانش في اي يعني مشكله في خساره اولانيه، ولكن الخساره الثانيه الحقيقه فاجئتنا كلها، الماتش لسه خلصان من لحظات. البطوله بتاعت افريقيا للمنتخب هتبقى في رواندا، ورواندا الحقيقه عندهم ملعب وعندهم صاله حلوه جدا وتعامل عليها البال الباسكتبول افريكان ليج وحاجه زي الام بي اي كده، حدث ولا حرج. مصر مين مجموعتها؟ تونس، غينيا، افريقيا الوسطى. كل التوفيق لمنتخب مصر لكره السله الحقيقه، نتمنى له التوفيق. وللرجال والسيدات، السيدات كمان نجحنا ان هم تاهلنا ثواني او ثاني المجموعه الخامسه، تاهلوا لبطوله افريقيا يلعبونا، نتمنى لهم كل التوفيق.